بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في منصة تعلم. درسنا اليوم في تصميم المواقع CSS الأوفرفلو. نتعرف على الأوفرفلو طبعا بثلاث خاصيات مهمة، اللي هي Visible والهيدن والسكرول. نتعرف على الخاصيات الفيزيبل. مثل ما نلاحظ احنا عطيناه Div، عرفنا الباكجراوند والويث والهاي، وعطيناه Border، وعرفنا الأوفرفلو قلنا له Visible. فيزبل يعني حيكون مرئي. مثل ما نلاحظ اعطانا ابعاد الديف، ولكن الكتابة تظهر على الشكل كامل، هاي فيزبل. نتعرف على الخاصية الهيدن. خاصية الهيدن طبعا نفس الخواص اعطيناها السابقة، مجرد اعطينا الاوفر فلو هيدن. مثل ما نلاحظ بالتطبيق انه ظهر فقط الجزء اللي هو 250 اللي احنا نعطيه اياه بالاعدادات، اعدادات الدف، والباقي مخفي. تعرف على الخاصية الثالثة اللي هي السكرول، نفس الاعدادات السابقة بس اعطيناه بدل الوت 200 ب100، وقلنا الاوفر فلو سكرول. مثل ما نلاحظ ظهر لنا السكرول، نقدر ننزل ونصعد للاعلى وللاسفل لقراءة النص كامل. هذا كل ما يخص الأوفر فلو. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.